انطلقت في القاهرة أعمال الدورة التدريبية الأولى للقضاء الإداري، والتي تنعقد على مدار يومين بحضور عدد من قضاة الدول العربية تحت عنوان دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية. قد نشأ الاتحاد العربي للقضاء الإداري بسواعد قانونية عربية هادفا منذ يومه الأول إلى توطيد روابط الإخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، وتيسير سبل تبادل الخبرات وإسراء المعارف القضائية الإدارية تدعيما للعمل العربي المشترك. النهاردة كان معالي رئيس مجلس الدولة افتتح الدورة الأولى لتدريب قضاة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، بتضم أكثر من 50 قاضي من 15 دولة عربية. أيضا شهدنا اليوم انضمام دولة الجزائر كعضو جديد انضم إلينا في الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وإن شاء الله هيبقى في تعاون أكثر مع دولة الجزائر الفترة القادمة. وأهم ما يعني حدث اليوم هو تدشين الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي وتطوير هذا الموقع. الموقع ده هيكون بلاتفورم هيكون فيها أحكام لجميع الدول العربية والفتاوى، وكل دولة من هذه الدول تستطيع أنها تدخل بتضع الأحكام وتحدثها. عندنا دلوقتي حوالي ما يقرب من 2000 حكم، وتم إطلاق الموقع اليوم، والفترة القادمة إن شاء الله هنشتغل على تطوير هذا الموقع. الاتحاد العربي للقضاء الإداري كان فعالية جيدة جدا، أنه يتم التفاعل والتبادل بين الدول لإثراء العمل في القضاء الإداري فيما بين تلك الدول، والنواة حقته ظهرت في أنه في كثير من الدول استطاعت أن تلحق بالركب بتاع الدول التي تقدمتها سابقا. نحضر هنا للدورة التدريبية الأولى للاتحاد العربي للقضاء الإداري، وهي دورة خصصت لتنمية مهارات قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية وإغناء التجارب، لأن كقضاة بالمحاكم الإدارية وكذلك استفادة من تجارب القضاء الإداري بمختلف الدول المنتمية أو التي تنضوي تحت لواء الاتحاد العربي للقضاء. المملكة المغربية ممتنة لدولة مصر الشقيقة لهذه الدعوة الكريمة من أجل حضور فعاليات الاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي سيغني هذه الفعاليات، هذه الدورة ستغني العمل القضائي، لأن الغاية من هي توحيد العمل القضاء الإداري بالدول العربية. المنصة بتساعد على جميع القضاة في القضاء الإداري في الدول العربية، بتطلعوا على هاي الاجتهادات في أغلب الدول العربية الأعضاء بالاتحاد، فبالتالي بيكون إلها أهمية بإني أنا كقاضي بالمحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا إلي القدرة على إني أطلع على كافة الاجتهادات القضائية في الدول الأعضاء بالاتحاد العربي. أهمية هذه الدورة للقضاء العربي بشكل عام بتوحيد الاجتهادات، بتوحيد المبادئ الإدارية، لأهمية المبادئ الإدارية بالقضاء الإداري.